السلام عليكم. ناشط المقدس محمد أبو الحمص، عضو لجنة المتابعة بطريقة الأيسوية. طبعا وضعت بلدية الاحتلال مع طواقم سلطة الطبيعة أوامر بتجديد قديم جديد بوضع اليد على هذا الأرض. وضعوا لافتات وحطوا إعلانات للاعتراضات. طبعا هذه مش أول مرة بوضعوا هذا الشيء، بحاولوا أنه يصفروا هذا الأرض من أجل ما يسمى الحوض المقدس، ويعملوا حديقة وطنية على حساب أراضي الأيسوية، رغم أن هناك في قرار سابق من اللجنة القطرية بإعطاء أهل الأيسوية وأهل الطور حقهم في هذا الأرض قبل ما يخططوا حديقة وطنية. ولكن سلطة الطبيعة بالأساس هي مشروع استيطاني يحاول يصادر هذه الأراضي من أجل وضع سيطرتها على أكبر عدد ممكن من أراضي المقدسيين، زي ما شفنا في الشقراح، في سلوان، في وادي الربابة. بتحاول الطبيعة دائما تفرض سيادتها على أراضي المقدسيين بالقوة وباسم حديقة وطنية. الحديقة الوطنية بعد فترة بتم تحويلها لبنايات ومشاريع لهم استيطانية، ومنع الفلسطينيين من التواجد في هذه الأراضي بأي شكل، حتى لا يكون تواصل ما بين الكرة الفلسطينية نفسها.